هناك بعض الناس يسقط أمامي صريعا فيقول كلاما غريبا ويصرخ، ويقال إن الأرواح أو الجن الروحاني قد سكن فيهم، ولا أستطيع فعل شيء لهم سوى قراءة آية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وأتعوذ بالله وكلماته من شر الشيطان وشركه. وسمعت أن هناك ذكرا خاصا يقال في مثل هذه الحالة، فما هو الذكر الذي يقرأ على المصاب بالصرع؟ هو ما ذكرت، يتلى يقرأ القرآن عليه، خصوصا آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك تعوذات شرعية، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وهذه الأذكار التي تقرأ على المصاب بالصرع هي العلاج الوحيد لهذا الأمر. نعم.